أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من قرر عليه بتر عضو لوجود مرض قد يسري في باقي جسمه ثم رفض البتر وقال أصبر حتى لو أدى إلى موتي، هل يعتبر هذا من انتحار أو من قتل النفس؟ لا، أصل العلاج مباح، ما هو واجب ولا مستحب، مباح، إن شاء عالج وإن شاء لم يعالج وصبر. نعم. أحسن الله. الانتحار أنه يذبح نفسه، أما إذا مات بالمرض فهو لم يقتل نفسه، هذا شيء كتبه الله عليه وله أن يترك العلاج توكلا على الله أو صبرا على المرض وطلبا للأجر، وهو ليس من فعله حتى يقال قتل نفسه، قتل نفسه بسبب فعله هو، تعاطى شيء يقتل أو جرح نفسه أو قطع شيئا من جسمه، أما المرض إذا مات به فهذا ليس من فعله وإنما هو قدر الله وقضاء الله. نعم، له أن يتعالج منه وله أن يتركه. نعم.